ورجعنا لحضراتكم تاني، وده كان تقرير بنوثق بيه فكرتنا عن الطموح وعن قد ايه لو عاوز توصل لحاجة هتفضل تعافر لغاية ما توصل لها. معانا كمان حالة تانية برضو تمثل الإصرار والطموح اللي موجود داخل المجتمع المصري. معانا أستاذ هيثم عادل، ده نموذج للشباب المشرف داخل مصر. هيثم كان شاب سليم جدا ودخل أدى الخدمة العسكرية، هو أثناء أداء الخدمة العسكرية حصلت له إصابة بالغة جدا وهو في الخدمة. آثار الإصابة اللي حصلت له دخل في حالة من الغيبوبة لمدة 30 يوم. بعد ما قام من الغيبوبة تفاجأ ان هو غير قادر على الحركه تماما، كان عنده شلل كلي. طبعا دخل في حاله من الاكتئاب والانهيار بسبب اللي حصل له، احباط غير طبيعي. بس في الاخر او في اقل وقت ما قدرش ان هو يستسلم لهذه الاصابه. دخل مجال الرياضه ودخل مجال السباحه، لان هي يعتبر كان العلاج بتاعه عن طريق العلاج بالمياه او العلاج بالسباحه. اجتهد وحصل على بطوله الجمهوريه، وحصل ايضا على الميداليه الذهبيه المسافات الطويله في البحر، بطوله 750 متر. احنا مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نخلي استاذ هيثم يكلمنا اكتر عن ما تعرض له وما هو قال اليه الان. تقريبا معانا اتصال. استاذ هيثم، السلام عليكم. ازيك يا استاذ هيثم؟ استاذ هيثم احنا بنرحب بيك، واحنا يعني احنا فخورين جدا باي شاب مصري بيقوم برحلة إصرار وطموح في أي من المجالات. بالنسبة لحضرتك كانت الإصابة اللي موجودة وحضرتك في الجيش المصري، حابين حضرتك تكلمنا عنها أكتر. والله الحمد لله على كل شيء قبل أي حاجة. أنا كنت طبيعي جدا، طلبت للتجنيد، رحت أديت الخدمة، وأراد ربنا إن أنا أتصاب جوه الخدمة. طبعا بناء على الإصابة دي دخلت في غيبوبة، الغيبوبة دي كانت 30 يوم. فقمت كنت انسان طبيعي وبتحرك وبروح وباجي وبخرج مع اصحابي وبعمل كل حاجه وبشتغل. قمت لقيت نفسي ما بتحركش من غيبوبه. طب انا ايه اللي حصل لي ده وبتاع؟ طبعا دخلت في فتره اكتئاب كبيره جدا على اثر الصدمه اللي انا حصلت لي. واحد كان بيتحرك وبيمشي مره واحده لقى نفسه زي السرير، سوري. وبعدين قعدت يجي سنتين كده ولا حاجه في العلاج وفي اكتئاب، وما بروحش العلاج. لا انا خلاص انا هبقى كده، مش عايز اكمل، انا خلاص هي دي حياتي هتبقى كده. فلما لقيت اللي انا فيه ده بيدخلني في دايره مش هتخلص خالص، وفي نقطه سوداء مش هتخلص خالص، ففوقت نفسي بعد فتره. بس فوقت نفسي كويس جدا. انا قلت لا، لازم احاول حتى ان انا ارجع نص الاول حتى. فابتديت علاج، والدكاتره قالوا لي ان انت لازم تعمل علاج طبيعي، وفي حاجه اسمها علاج مائي، ان احنا بنكون نخش جوه حمام السباحه وبنتعالج. فلما دخلت حمام السباحه عجبتني الفكره. طب انا ليه ما اعومش؟ يعني لقيت كل الحالات اللي يعني طبعا في كذا حاله زي ان هو بتتعالج برضه حاجه اسمها هيدروثيرابي في الميه. ف اتعالجت وكده، فانا حبيت ان انا اجرب العوم. تمام. طب خليت الدكتور يكون جنبي والكابتن يكون جنبي. انا طب انا هجرب، بس انا كنت بعرف الاول انا اروح مثلا مصيف زي اي حد، بس انا عايز اجرب. رحت قالوا لي طب خلاص هنجرب. حاولت اخد، طب يا جماعه طب ما فيش رياضه للسبيشال اللي ذوي الاحتياجات؟ قال لا في. طيب ماشي، انا عايز اخش اي نادي اجرب حتى امارس الرياضه. مش ما كانش في دماغي ان انا مثلا هوصل ان انا احقق بطوله، هو كانت في دماغي ان انا امارس الرياضه بس. فما دخلت النادي كان ابتديت اتمرن واشتغل نفسي كويس جدا، واتقيدت في اتحاد السباحه واتصنفت. فابتديت اول بطوله، دخلت في اول بطوله كانت في شهر 3/2018 اللي فات ده. كان في نادي السيل. تمام. فجبت فيها رابع، والمراكز بتبقى اول واثنين وثلاث بس. فبرضه اتضايقت ان انا يعني بعد التمرين ده كله ما حققش مركز. فالكابتن فضلوا جنبي، والدتي واهلي ساندوني جدا انا اكمل، لا اكمل تاني. فكملت الحمد لله، وجت بطوله بعديها في نفس السنه كانت شهر 11، كانت مقامه في استاد القاهره، كانت بطوله الجمهوريه. فحققت فيها ثالث جمهوريه وميداليه برونزيه. فكملت اشتغلت على نفسي اكتر واكتر واكتر. فجت كان في بطوله اسمها الباراليزم الاتحاد الثلاثي، دي بطوله مش عالميه بس يعني الاتحاد عالمي يعني على مستوى العالم كله. عرفنا يعني ايه اتحاد ثلاثي. اتحاد ثلاثي دي لعبه بتبقى ميه المفروض بتنزل البحر. الايفنتات بتبقى ثلاث ايفنتات بس في ايفنت واحد، كلها مرتبطه ببعضيها. بمعنى ان حضرتك بتنزل الميه مثلا في البحر، اي بحر عموما حسب ما الاتحاد بيحدد المكان، بتنزل البحر بمسافه مثلا 750 متر،
وبتطلع على طول مباشره السليم، لان بتبقى فيها نورمال وفيها سبيشال، يعني فيها دي احتياجات فيها ناس سليم. السليم بيجري على رجليه وبعدين بيركب عجله بايك العادل وبيجري. لكن مثلا انا كواحد مش شغل، المفروض ان انا كنت في البحر سبعة 50 متر ومباشره ما فيش بين ده وده فاصله، لمجرد قعدت على الكرسي وجريت، كان البطوله مقامه في السويس، سبعة 50 متر في البحر وجريت على طول، قعدت على الكرسي وجريت في كورنيش السويس 5 كيلو رايح جاي، وبعد كده دخلت عند البحر تاني. والحمد لله كانت البطوله دي في شهر سبتمبر اللي فات، جبت فيها اول جمهوريه وذهب الحمد لله. بس في اي بطولة انت شاركت فيها خارج مصر؟ لا لا لسه، بس ان شاء الله في الجاي احسن. وانا دخلت برضو بعد ما انا لقيت في لعبه كره سله برضو على كرسي، كمان سوري. المفروض انت تكون قاعد على كرسي متحرك تلعب سله، اللعبه دي قويه جدا جدا جدا، وانا متفائل بآخر طبعا انا دخلت وتأيدت فيها الحمد لله. بس لسه طبعا برضو ما دخلناش فيها بطوله عشان لسه داخل فيها من قريب مش من كتير، بس السباحه اللي دخلت فيها بطوله الحمد لله. طب كلمني يا كابتن هيثم عن النادي واحتوائه ليك وانت في كنت في الحالة الصعبة اللي انت كنت فيها. لا لا، كل من احتواء كويس جدا وبيعاملنا كويس جدا، هو بس في مشكلة بسيطة بس، ان يعني اتفضل. احنا كلنا مش انا بس، احنا كلنا لعيبة السبيشال كلها في اي رياضة، او مش في اي رياضة، في رياضات معينة ورياضات لا، يعني احنا اللي بنصرف على نفسنا بجد، ما بناخدش يعني سوري، ما بناخدش جنيه من اي حد، ما حدش بيدينا جنيه، مع ان المفروض ان احنا بيجينا دعم من شركات، من رجال اعمال، من بس بنشوف بنروح مواصلات على حسابنا، بنركب على حسابنا، بنجيب الادوات الرياضيه على حسابنا، بنشترك حتى في الايفنت بتاع البطوله على حسابنا. طب ايه الرسالة اللي انت عايز تحب توصلها دلوقتي والاتحاد الرساله سواء؟ المفروض يعني الدعم، يعني احنا مش اقل مثلا من الناس اللي بتلعب كره قدم، احنا بنجيب بطولات برضه، بنتعب، مش مثلا مش بنضحك كنا نايمين في البيت وبنصحى نجيب بطولات، لا ده احنا بنتعب، ممكن نتمرن والله سنه بحالها سنه عشان نستنى مثلا بطوله واحده، مع ان بيكون لنا 6 بطولات في الاخر ياجلوا، لا البطوله دي مش تنفع عشان مش عارف ايه، البطوله دي مش تنفع، البطوله مش تنفع، في الاخر يعني نتمرن سنه كلها على بطوله واحده، بس في الاخر بنحقق حاجه، في الاخر ما بناخدش حاجه، بناخد الميداليه وناخد شهاده تقدير ونحطنا في البيت ويلا واللي بعده، لكن ما بندعمش، ما حدش بيكرمنا، ما فيش. انت دي يعني حاجه، انت دي حضرتك حاجه بتتكلم عن بتتنسى. التقدير المعنوي فقط هو اللي احنا بنلاقيه، انما المعنوي التقدير والمادي، المعنوي والمادي، ما هو دلوقتي احنا مثلا في ناس فينا ما بتشتغلش، في ناس فينا متجوزه ومخلفه، فهي تكون يعني هتصرف على مراتها مراته، يعني لا يصرف على مراته ولا على ولاده ولا على مواصلاته للتمارين، اصل المواصلات مش الناس كلها من القاهره، في ناس بتيجي من بره القاهره تيجي مواصلات وتمارين واكل وشرب، فالموضوع فيه بيبقى ايه، ضغط ولود جامد جدا على الناس، فالمفروض يعني ان احنا ناس بتاخد بطولات، احنا بنتعب عشان ناخد البطوله دي، المفروض يبقى لنا يعني كل الدعم ده، يعني ده ابسط حقوق الصراحه. هو كل الدعم من جميع طوائف الشعب المصري اللي زي حضرتك ولأي حد في مكانه وفي مجاله بيحاول يسعى ان هو ينجح ويشرف نفسه ويشرف اهله ويشرف مجتمعه. عايزك في تمام نهاية اللقاء استاذ هيثم رسالة بسيطة تقولها في عجالة عن الطموح والإصرار. مفيش حاجة اسمها مستحيل، بس هو ده الموضوع، مفيش حاجة اسمها مستحيل نهائي نهائي، طول ما انت في نفس خارج منك ده وتعمل مستحيل، فانت بتحط نفسك المستحيل، لكن ما ينفعش نستسلم لأي حاجة في الدنيا، مصر تبقى أحلى مش لو فيها طموح أكتر وإصرار أكتر وتحدي أكتر ومعافرة أكتر. ده للسليم وللمصاب ولأي حد، مفيش حاجة بجد بجد اسمها مستحيل في أي حاجة، ولا تمام في الشغل ولا في الرياضة ولا في الحياة العملية ولا في أي حاجة، مفيش حاجة اسمها مستحيل. تمام بنشكرك كابتن هيثم عادل عبد الشافي ابن المطرية، بنشكرك شكرا جزيلا، وتحية من فريق البرنامج لحضرتك، شكرا جزيلا. عايزين بقى